لما أتت القنوات الفضائية ووسائل التواصل وخرج فيها من خرج وصدر نفسه للناس وصدروه الناس وبجلوه، إذا بلسانه ينطق بما يخالف التوحيد، ليس مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع، أعداد من الأخطاء، وهذه نتيجة من تصدر للناس أو أصغى بسمعه وبقلبه لمن صدره قبل أن يتعلم. ولذلك تلحظون أن العلماء الكبار في العلم لا يريدون الخروج، ما يرغبون، يعني هم يتمنون، لو سألت أحدهم في قرارة قلبه يتمنى أن أحدا يكفيه الأمر، لكنه إذا رأى أن الناس بحاجة خرج. فالشاهد من هذا أن من تراه يحرص على البروز والخروج هذا يخشى عليه. للأسف من يتصدر في وسائل التواصل والقنوات الفضائية ما يعرجون عليه، يعني الجيد فيهم الذي يذكر الأحكام الفقهية فقط، هذا بعد أن أتى بالدليل الشرعي يعني مستنداً على حكم، لكن التوحيد مغفول عنه صراحة، ما يذكر. الناس يقعون في زلات، في كفريات، في شركيات، والناس ما يدرون.